السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد السلفي من كرييتيف جروب فرع المنصورة في الجزء الثالث من السيشن رقم 6. وفي الجزء ده عايزين نتكلم عن حاجة مهمة اسمها المالتي سب اوبجكت. والمالتي سب اوبجكت ده نوع من الخامات بيمكنني ان انا اقدر احط اكتر من خامة على كتلة واحدة عن طريق حاجة اسمها الماتيريال اي ديز. عشان ابتدي اتعامل معاها انا هدوس حرف الام عشان افتح الماتيريال اديتور بتاعي، وامسك اي كورة واحولها من في ري ماتيريال، هكليك عليها واحولها المالتي سب اوبجكت من البانل اللي اسمها جنرال فوق هنا دي. دبل كليك كده الاقيه فتح لي ويندو، هو بيقول لي انت عايزني اكيب ذا اولد ماتيريال لان عايزني احافظ لك على الماتيريال القديمه، فانا هقول له لا شكرا انا عامل كل حاجه بايدي ديسكارد اولد ماتيريال، واقول له اوكي. كده هتلاقي ان شكل البارامترز بتاع الماتيريال اختلف عندك بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وباختصار يعني هو انت تقدر تستخدم لغايه 10 ماتيريالات باي ديفولت. لو انت كليكيت على زيت نمبر اللي فوق دي ممكن تقول له مثلا لا انا كفايه عليا 5 وتقول له اوكي. كده ممكن مانوال تكليك على ادي هنا فهتزود خامات، وممكن تيجي تكليك على ديليت فهتمسح خامات. علشان ابتدي اتعامل مع المالتي سب اوبجكت دي لازم اكون فاهم حاجه في الايديتابل بولي اسمها الماتيريال اي ديز. فتعالوا نعمل بوكس كده بالمنظر ده مثلا، والبوكس ده هنحوله لايديتابل بولي. تمام، وهاجي امسك البوليجونات. كان في بانل تحت اسمها ماتيريال اي ديز، وقلنا هنسيبها لغايه اما نعرف ايه هي المالتي سب اوبجكت ماتيريال دي. هو باختصار انا هعمل ايه؟ انا ممكن امسك البوليجون اللي فوق وهمسك البوليجون اللي تحت وهديهم ماتيريال اي دي رقم واحد. هكتب واحد هنا وادوس انتر كده، وامسك البوليجون الطويل ده والبوليجون اللي قدامه هنا واخليهم ماتيريال رقم اتنين وادوس انتر كده، والبوليجون ده والبوليجون اللي قدامه الناحيه التانيه واقول له خلي لي الماتيريال اي دي بتاعهم تبقى ثلاثه. تمام كده، انا لو جيت اعمل من البارامتر اللي تحت ده وقلت له اعمل لي سيلكت على الاي دي بتاعهم واحد، هتلاقي ان هو عمل لك سيلكت فعلا على البوليجونات الاي دي بتاعها واحد. طب اعمل لي سيلكت على الاي دي بتاعهم اتنين، هتلاقيه عمل لك سيلكت على الاي دي بتاعهم اتنين. طب تلاته. تمام كده، انا كده خلاص اهم حاجه تكون فاكر انت الاي ديز اللي انت حاططها على انهي بوليجونز بالظبط. تمام، طيب كده احنا محتاجين كام ماتيريال اي دي هنا؟ احنا مش محتاجين غير تلاته، فانا ممكن اجي اكليك على سيت نمبر واقول له شكرا خليهم لي تلاته بس بالمنظر ده. اول خامه هكليك على نون هنا واختار نوع الخامه هيبقى ايه، وليكن مثلا في ري ماتيريال، وهقول له هخلي لي مثلا اللون بتاعها يبقى حاجه بالمنظر ده كده. تمام، وهو اقول له اوكي. عايزين ناخد بالنا من شكل الكوره، هتلاقي ان هو الخامه بتاعي نزلت على الكوره بس لسه في اجزاء فاضيه. ليه في اجزاء فاضيه؟ لان لسه في خامتين انت ما استخدمتهمش خالص. تمام، طيب انا لو مسكت الخامه دي كده وقمت جاي حاططها على الكتله بتاعي هقول له اساين ماتيريال تو سيلكشن، هتلاقي ان الخامه نزلت بالمنظر ده. هو نزل لك الخامه اللي هي لونها احمر اللي انت عملتها دي على البولجونات بس للاي دي بتاعها واحد، لان الخامه دي رقم واحد زي ما احنا شايفين كده. طب انا لو جيت هنا وقلت له خلي لي برده الماتيريال رقم اتنين دي في ري ماتيريال، وقلت له مثلا خلي لي اللون بتاعها يبقى حاجه كده، وقلت له اوكي، هتلاقي ان هو نزلها لك برده على البوليجونز للاي دي بتاعهم رقم اتنين زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. طيب هاجي اقول له هنا جو تو بيرنت واقول له حط لي في الفي ري رقم ثلاثه دي في ري ماتيريال برده، في الماتيريال رقم 3 في ري ماتيريال، وهقول له خليها لي اي لون وليكن مثلا حاجه كده، وهقول له اوكي. تمام كده انا خلاص قدرت ان انا احط ثلاث خامات على البوكس ده، وطبعا انا اقدر احط اي عدد انا عايزه من الخامات على اي كتله. هي بسيطه خالص المالتي سب اوبجكت، هو باختصار انت البوليجون اللي هنا بتدي له الماتيريال اي دي من البانل بتاعك اللي هي اسمها ماتيريال اي ديز، بتدي له الاي دي واحد هتنزل عليه الماتيريال الاي دي بتاعها واحد، اللي هتدي له الاي دي اتنين هتنزل عليه الماتيريال اللي انت مديها الاي دي اتنين وهكذا. عايزين ناخد بالنا ان اي حاجه هتيجي تعمل لها اتاتش وهي عليها خامات اصلا انت هتحولها في الاخر لمالتي سب اوبجكت. واي موديل هتنزله من على النت غالبا ممكن تلاقي ان هو الخامه بتاعه معموله بالمالتي سب اوبجكت. فانت دلوقتي قدرت ان انت تعرف ازاي المالتي سب اوبجكت دي بيستخدموها، وتقدر تعدل في الخامه زي في الخامات بتاع المالتي سب اوبجكت زي ما انت عايز يعني. كده انا خلصت الكلام اللي انا عايز اقوله النهارده في الفيديو ده، واشوفكم فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.